تعرف شو؟ لما أنا كنت بعمرك كنت نام لما الساعة تفتح إيديها. شو يعني هالشي؟ أنا ما عم أفهم عليكي. إيه رح أقلك، لما تفتح الساعة إيديها بتكون 3 إلا ربع بالنهار، والمساء بتكون 9 إلا ربع. عجبتني هالطريقة كثير. أنا رح صير نام بس تفتح الساعة إيديها، تمام؟ وأنا بهنيك، لكن سكر عيونك بقى، لأنه لما تفتح إيديها لازم تكون أنت نايم. طيب يلا بسرعة لشوف. بس اوعى تتكشف. وهي بوسة قبل النوم. تصبحوا على خير. تلاقي الخير. وانت من أهله. تصبح على خير يا زوجي العزيز. لساتك عم تنامي لما تفتح الساعة إيديها كمان؟ شو لوين؟ مو لازم ننام سوا بنفس الغرفة طالما بدر هون؟ شو؟ وبدر كمان؟ إذا بيضرب المدفع للصبح ما رح يقوم. لا مو مزبوط بنوب، هو بيفيق بيشرب مي أو بيفوت على الحمام وبيفيق خايف، أكيد رح يبلش يسأل إذا شافنا كل واحد بغرفة. والله كلهم اللي عديتهم هلأ كذب مو أكتر. روح لنشوف آخرته. والله مفاجأة كتير حلوة. لك يا أخي أخوك فنان، شو بدك تعمل يعني؟ عفواً لو سمحت، اللحن الجديد بكوريا الجنوبية تحديداً، لهيك أخونا اضطر يسافر ليتابع الموضوع شخصياً. ما حدا بيعرف لشو هالسفرة. ناظم وأنا عزيز. بالإذن بدي كمل شغل، يلا فتو. ارسم لهم بسمة من دون أي مقابل. نازلي إذا بدك نامي على الأرض، لأنه إذا ضليتي على هالحالة آخر شي رح تلاقي حالك عليها كمان. مو الأحسن إنك تقلي رح قوم نام على الأرض مشان ما تتضايقي؟ إذا أنت السبب بهالوضع اللي نحن فيه هلأ، ليش لحتى أنزل لتحت ونام على الأرض؟ ما فهمت. لا يا بيك، مو أنا سبب هالشي، بس كله مشان بدر، ونزعت حياتي كلها كرمال يجي بدر لهون لحتى يعيش مرتاح. يلا نازلي نامي، الساعة سكرت إيديها من زمان والسمكات ناطرينك. إيه صحيح، قلي شو صار معك الصبح وخلاك تقلق علي؟ سمك يا سمك، دعوا في مجال تجوا تساعدوني، بدي نام. يلا غمضي عيونك. شفت منام بيخوف، لو سمحتوا فيني نام جنبكم اليوم؟ تعا حبيبي يلا. أنا آسف كتير. يلا تعال حضن خاله تعا. أوب تغطى ونام. تسمعني يا أخي؟ ألو، صار معي حادث على طريق ريفا،
ضربت موتوري بشاحنتي. ايه انا صاحب الشاحنة، بدي سيارة اسعاف بسرعة لو سمحت. ايه ايه اذا بتريد. طلبت سيارة الاسعاف؟ ايه ليكني عم احكي معهم. انت منيح؟ عم تسمعني يا اخ؟ لا تخاف، هلأ بتجي سيارة الإسعاف، تحمل شوي. كيف صار الحديث؟ هو كان مسرع وفات بشاحنتي. طلبتوا الإسعاف؟ ايه أخي اتصلت وليكن جايين على الطريق، إن شاء الله ما بيتأخروا. والله صار له زمان طالع، ليش ما رجع لهلأ؟ فشو بدي ضلني عم بستناه، رح دق له. ألو عزيز؟ ألو ألو مين أنت وشو عم يساوي موبايل عزيز معك؟ اهدي يا خانم، عزيز تعرض لحادث وهو بخير هلأ. أنا من طاقم سيارة الإسعاف وأخذينه على المشفى. عمل حادث؟ ليلي لوين؟ على أي مشفى رح تنقلوه؟ عفواً عزيز، عزيز كاي عمل حادث على الموتور، وين غرفته؟ طابق أول غرفة 158. عزيز؟ نورمان؟ أنت منيح؟ منيح؟ ما في شي، ردود بسيطة. شو يعني بسيطة؟ مانك شايف حالتك؟ فهمني، أنت منيح؟ في شي عم يوجعك؟ إيه منيح، يعني إيدي مردودة شوي مو أكتر. أنت كيف عرفتي؟ اتصلت فيك وردت علي وحدة قالت لي إنك عملت حادث وإنه جايبينك إسعاف على هذا المشفى. اسمعني لآخر مرة رح أسألك، شو أنت منيح؟ إيه أنا منيح، يعني كنت بدي أطلع فوراً بس خلوني هون مشان يعملوا لي شوية فحوصات. ما خبرتي حدا بهالشي ما هيك؟ لا ولا حدا. منيح، ما تخبري حدا بنوب. ليش؟ مو ضروري نزعج حدا بهالخبرية. يا روحي نام يا عمري، نحن جنبك. ما نمتي ما هيك؟ كتير مقهور عليه، لساته صغير، أكيد هو ونايم بده يشوف كوابيس إذا ما في حدا جنبه. يلا ما ضل كتير، كلها كم يوم والمحكمة بتقرر، وقتها بيرجع لعنا. أنت متأكد؟ برأيك رح تزبط معنا؟ ما في شي أكيد طبعاً، بس نحن أقوى منهم. اللي عم نعمله وزواجنا المزيف كان مشان ناخده لبدر، تخيل ما تزبط القصة. ما تخافي رح تزبط، بس المهم نخلي كل اللي حوالينا يصدقوا زواجنا. يلا قومي ننام. يلا يا بطل افتح تمك، يلا يلا. اوه عوافي حبيبي، لازم تروح على المدرسة رح تتأخر. خالي انا بدي ضل هون وما بدي روح لأي مكان بنوب. شو قلت؟ ضل شوي عض على اسنانك. اسناني عم بيهروا وما عم بقدر عض عليهم. طيب امتى بدهم يطلعوا اسناني يعني؟ يا روحي اسمع، لازم تاكل يلا كلها وتشرب شوية حليب، وقتها رح يطلعوا اسنانك. يلا يا بطل قوم، رح نعمل مراجعة بالطريق. يلا مراجعة شو؟ رياضيات، يعني هيك مراجعة لجدول الضرب وهالشغلات. مثلا بدر، 5×5 25. برافو عليك، شفت الشطور. يلا نروح. يلا. وأنا رايح، خليني وصلك على المطعم.
روح، أنا لسه معي وقت ومشغول بالي عن أورمان، لازم أعرف وين نامت. ما نامت بالبيت؟ عند رفيقة اسمها مرام، بجوز تكون نامت عندها. عم تعاقبني كأنه. شو صاير بيناتكم؟ لا ما في شي، بس نورمان مثل ما بتعرفها. يلا بشوفك. بشوفك. ليكس فريد، لازم اقول لك شغله. قولي. انا لازم ما اخبي عنك شي بنوب، لانه فتحنا صفحه جديده. انا رح كون صريحه معك من اليوم. شوفي نازلي، نورمان، بتعرف انه زواجنا مو حقيقي. وكيف عرفت؟ بابا هو اللي خبر. وانت ما نبهتي ابوكي انه ما يحكي؟ توقعت فهم لحاله. شو يعني توقعتي؟ قلت له انه ما لازم يحكي، بس ما قلت له ما تخبر نورمان، لانه وقتها رح يسالني ليش ما بدك تخبري نورمان بالذات. شو بدي اقول له احكي؟ فريد ما في داعي تقلق وتخاف ابدا، لانه هالمره انا متاكده انه ما رح تقول شيء. في محكمه بعد يومين نازله، واذا حدا بيعرف بالموضوع تعبنا كله بيروح، بنخسر الدعوه وبنخسر بدر. بتعرفي شو خطوره هالموضوع؟ طبعا بعرف، بس شو الفايده؟ خلص عرفت وما فينا نعمل شيء بنوب. فريد بترجاك ما تتوتر، لأنه هي وعدتني إنها ما رح تخبر حدا بالموضوع. لا تقليلي إنه لساتك بتوثقي بنورمان. شو طالع بإيدي؟ مجبورة أوثق فيها بهالموضوع؟ مفكرني نسيت اللي عملته؟ أكيد ما نسيت، وقعتنا بألف مصيبة. خلينا نعطيها آخر فرصة، ممكن؟ ما عاد تسترجي تغلط بنوب. طيب نورمان رح تضل قاعدة عند عزيز بالبيت؟ بدها تضل عنده. شي حلو، النار والبارود مع بعضهم بنفس البيت. بركي زلقت بشي كلمة، شو منعمل وقتها نازلي؟ فريد قلت لك انه هالمرة واثقة بنورمان وواجبي اوثق فيها، لانه ما رح تحكي ووعدتني. نازلي مجبورة انه تلاقي طريقة بعدي فيها نورمان عن عزيز بهاليومين، لانه وجوده عنده خطر كبير وممكن يضرنا. ما بقدر، لانه اذا بجبرها رح تجن، وانت ما بتعرف لنورمان لما بتجن شو بتساوي. طلعي فيني نازلي، اذا بينكشف هالموضوع بسبب طول لسان اختك شو رح تساوي؟ يلا قول. ماني حابب يصير معنا مثل ما صار يوم الوصاية. فريد أهلا وسهلا. أهلين فيكي. حلوين كتير، حتى بيشبهوا الوردات اللي شفتهم بمنامي من فترة. حبيت يكون حقيقة، بعدين نحن متزوجين جديد. مفهوم، يعني بما أنك جايب ورد وجايب فاعتذارك مقبول. هدول مو لأعتذر منك. شو هدول؟ مو معناته بعتذر؟ لا مو هيك القصة، عجبني منظرهم وحبيت اشتريهم، لأنه نحنا عرسان ولازم يكون في شي رومانسي لحتى العالم وقت يسألوكي تقليلهم من زوجي. ليش حاسة إنه هالوردات بيحملوا معنى رومانسي؟ متأكد إنه هالوردات بلا معنى؟ يعني برأيي ما حدا منا لازم يعتذر من التاني، لأنه نحنا ما غلطنا بنوم. بس هلأ مصيرنا بإيد نورمان للأسف، يعني ما فيني اتحمل هالفكرة، بس مو طالع بإيدي شي. تجي نروح على السينما؟ من وين طلعتي بهالفكرة؟ ما بعرف، حسيت إنه لازم نعمل مثل العرسان، الشاب بيجيب الوردات وبيعزم على السينما، مو هيك بيصير بالعادة؟ وكمان مشان خبر البنات، بعدين أنا صار لي زمان ما رحت. ليش لا؟ رح حطهم بالمي بالإذن. وارجع. مع السلامة. الله يسلمك، يعطيك العافية. شرفتني. يلا بخاطر. الله معك.
كأنكم تصالحتوا مع بعض. بلا طبيعي كتير يصير هيك خلافات بسيطة بأول الزواج، بس شو ما صار بيناتكم وقد ما كانت الخناقة كبيرة حتى لو قامت الدنيا ما لازم تناموا بعض عن بعضكم، مهم تعرفي هالشي. والله مزبوط كلامك ميمار، أنا معك بهالموضوع ورح خلي نصيحتك حلق بإذني حبيبتي، رح فوتهم. إيه؟ أي فيلم حابة تحضري؟ والله ما بعرف كلهم حلوين، شي بيحير. أنت شو بتقول؟ يعني لو كنت مكانك كنت اخترت فيلم رعب، بس بظن أنت ما بتحبي هالأفلام، ولهيك خلينا نشوف فيلم رومانسي. بس لحظة، ليش حتى ما أختاره؟ لا تكون مفكر أنه أنا بخاف يعني وما بحضر رعب. يعني بتحبيهم؟ مغرمة فيهم، كتير بحبهم ومن صغري كمان. تعرف أنه أنا عطول بجيب هدول الأفلام وبحضرهم؟ بقلك شو آخر فيلم حضرناه أنا والبنات؟ مصاصي الدماء. يعني صح ما كملته للآخر، بس نورمان حكت لي المشاهد اللي راحت علي وما خفت. أنت بنت ترعبة منه ما؟ ما ارتعبت وقت شفته. بس لحظة، شو مشان هداك المشهد اللي بيخوف لما بيكون المهرج عايش بينبوب الصرف الصحي؟ تذكرته؟ ايه تذكرته، يعني كان عادي ما خفت منه ابدا. طيب لحظة، والمشهد الثاني؟ كان في كاميرا والكاميرا موجهة لتصور الدراج، بعدين بتنزل طابة حمراء من فوق شوي شوي على مهلها، وفجأة هوب تطفي كل أضوية البيت. الطفلة كانت صغيرة، ما خفت؟ لا. أكيد الأدرينالين عندك فيه خلل، لهيك ما بتحس بالخوف. روح على دكتور. يعني بدك تحضري الرعب ولا الرومانسي؟ طبعاً فيلم رعب. ماشي، بس ما يكون بخوف كتير. بطاقتين لو سمحت. عن جد ولا مشهد خوفك؟ مو كتير هيك، يعني معقول تاكلي كل هدول؟ ما رح أكلهم لحالي، رح ناكل سوا من نفس العلبة مثل ما بيعملوا العشاء. يعني أنا ما بحب البوشار وبحس إنه ما له طعمة، بيعملوه بزيت مو صحي. ليش ما قلت كنت عملت لك بالمطعم؟ بيأكلوا بالسينما مهلبية يعني؟ شو؟ عم قول خلينا ناكل مهلبية بس نطلع من هون. وكمان أنا ما بحب للمهلبية. بس بدي أعرف أنت شو الشيء اللي بتحبه بالحياة؟ كأنه ما في بيناتنا شيء مشترك. بلا نازلي في أفلام الرعب. إيه معك حق، هاي النقطة مشتركة مزبوط. شو صار؟ صاحب البيت رح ينزل بعد شوي. شو هالزلمة هاد، كأنه ما بيشبع أبداً، أكل كل شخصيات الفيلم، العمى بعيونه. شو كنتي متوقعة أنه الزومبي يروح رحلة رومانسية على البحر؟ شغلته أنه يأكل البشر. ليك بس خلص هذا المشهد قلي. ما بتوقع أنه رح يطلع مشهد ألطف من هاد. أيوه لكن ما تواخذني لأنه ما رح أرجع أتفرج عليه بنوب. في بشارة على تمك. لشو عم تطلع بشفايفي بهالطريقة؟ سكتوا لو سمحتوا. والله سمعتونا حبيبي، لا تعصب. ليكي هذا المشهد مقبول، فيكي تشوفي إذا بدك. قول والله عن جد تطلعي المشهد طبيعي. الله لا يوفقك إلا للمخلوقة. لك شو بكي، هذا تمثيل ما له حقيقة. شو عم تعملي؟ ما عم أعمل شي، عم أخد راحتي بالقعدة وبس. يعني مو خايفة يجي الزومبي ويسحبك من رجليك؟ لا حبيبي، شو هالحكي؟ فينا نطلع إذا بتحبي، يعني مانك مجبورة تحضري وانتي خايفة. لا ما رح أطلع من هون لشوف النهاية. يلي بيسمعك بيفكر إنك شفتي بدايته لحتى تشوفي نهايته. شوف، ولا مرة بحياتي كلها طلعت قبل ما أكمل الفيلم، يعني مو زابطة، عن جد عيب. مثل ما بدك، أساساً أنا مرتاح. الله يلعنك، موتة للمرة. يعني حاسة عضلاتي كلهم متشنجين، ليش عملت بحالي هيك ما بعرف، وترت حالي على الفاضي. من الأساس ما كان لازم رد عليه وأحضر فيلم رعب، رح ضل خايفة منه سنتين لقدام. شو استفدت هلأ؟ لازم أشرب زهورات. شو بدي بهالقصة أنا؟ قال زومبي قال. بس أنا مستحيل خاف من الزومبي، بس قرفت مو أكتر. فريد اسمع، أنا شو اكتشفت؟ ما تفكر إني خفت من الزومبي، لأني بعرف إنه الزومبي خرافة. اللي خلاني خاف بوقتها
طبعا يعني الشيء اللي صار معي ما فينا نسميه خوف، ولهيك انا كان قصدي انه الشيء اللي خلاني كتير انزعج واللي هو برايي انه جو السينما ما كان مناسب للفيلم ابدا. يعني الاصوات كانت مزعجه كتير والاجواء غريبه كمان. فريد، فريد، بس بقى هذا المزح مو وقته بنوم. فريد، اذا بتريد اسمع هلا شو بدي احكي لك لو سمحت. كنت عم اقول لك انه الفيلم ما خوفني. شو صرت تلعب بالضو هلا؟ على فكره اذا اشتغلت على حالك بتصير مخرج مهم. هالمزح صار قديم، كانوا يعملوه الرفقه ببعضهم لما يحضروا فيلم رعب. الفيلم اللي شفناه خيالي وتافه، يعني لازم تكون القصه مقنعه وقريبه من واقعنا. فريد، هاد ما اسمه مزح. فريد، ما في داعي تعكر مزاجنا بآخر هالليل. فريد، شوفي نازلي. انت متأكد انك فريد؟ نازلي طبعا انا فريد، لكن مين بدي يكون يعني؟ شو بكي انت؟ مين اللي فوق لك؟ مين اللي رمى الطابة الحمراء من فوق الدرج؟ طابة حمراء؟ ايه مزبوط، انا هي الطابة اشتريت له اياها لبدر هدية، وتارك الشباك مفتوح يمكن لانه الهواء قوي، طارت الطابة ونزلت. طيب ما كانت القهوة والضوء اللي عم يشعل ويطفي؟ ما كانت القهوة صح معطلة، وعلى أساس إنه يجوا يصلحوها اليوم. وبالنسبة للضوء عن جد أنا ما بعرف، يمكن من الرعد تعطل نظام الإضاءة بالبيت، يعني بظن إنه هذا اللي صار. شو كنت عم تعمل برا بالحديقة؟ أنا كنت بالحديقة لأنه شفت زومبي ولحقته لحتى أمسكه. ما تتمسخر. موبايلي ضل بالسيارة ورحت لحتى أجيبه. شفتي؟ أنت كأنك متأسرة كتير بأحداث الفيلم، يعني لأنه واضح من شكلك أنك خايفة كتير. فيك تنامي لحالك اليوم؟ معلوم فيني، ليش لحتى ما يكون فيني؟ تمام، مثل ما بدك. تصبحي على خير. قال نسي موبايله بالسيارة. شو هالصوت هاد؟ ما تفكري بشي بيخوف نازلي، بعد البيت ما في شي بيخوف، وبعدين مو معقولة تخافي من الزومبي، والله هالشي بخجل. ايوه هيك احسن، منيح، لازم من الاول شغله. بس مستحيل اقدر نام، مستحيل، لازم يكون في حل. نازلي شو عم تعملي؟ ليش ما نمتي؟ لا كنت نايمة ومرتاحة كتير كمان، بعدين فقت ما بعرف ليش. بس أنا حاسة إنه أنت ما نمت، ما تكون خفت من الطابة الحمراء وهدول الشغلات. لا أبداً نازلي، أنا نسيت هاي القصص كلها، عم بقرأ كتاب ورايح أشرب. أي كتير منيح،
كنت عم أسأل حالي سؤال بس، تختك مقاسه صغير ما هيك؟ وأنت جسمك ضخم شوي، أكيد بيكون ظهرك عم يوجعك من هالنومة. إذا بتحب فيك تروح تنام على تختك هداك كرمال ترتاح بهالليلة. يعني بدك ياني نام جنبك اليوم؟ لا مو هيك، بدك تفهم أنه أنا عم أحكي من منطق إنساني مشان ظهرك ما يتشنج ويصير معك شي مو منيح. يعني قلت حرام خليك ترتاح مو أكتر، خلاص ما عاد إلى زوم. إيه والله معك حق، ظهري عم يوجعني شوي. طيب مثل ما قلتي، معناتها رح روح نام بالغرفة عندك إذا ممكن. ممكن. ما بعرف كيف بدي أشكرك لأنك جبتيني نام جنبك وما خليتي ظهري ينكسر. لو أني بغرفتي هلأ ما كنت قدرت نام أبداً، شي من وجع ظهري وشي من الخوف. كنت بعرف أنك رح تموت من الخوف. إيه والله مزبوط، بس كأنه أنت مو رايقة. لا أبداً أنا رايقة، وكتير كمان. كنت حاسة من شوي أني ماني مرتاحة مو أكتر. وهلأ ما عاد حاسة بهالشي؟ مو كتير، يعني مو مثل ما حسيت من شوي. معناها أنا رح أرجع على غرفتي. لا ما تروح، خليك هون، خليك نايم جنبي للصبح لو سمحت نام. يعني المهم تضل محافظ على هي المسافة اللي بيننا طول الليل ماشي؟ بس ليك اوعك تروح من هون بعد ما نام.